دير حجاج المنسق الوطني لجبهه العمل الامازيغي. نهارا قان غداني تا ديال النظوار يمدو كارنغ ديال الجمعيه النظوار الكبير تنسيق جبهه العمل الامازيغي حمان يجن ندوة عن الجمعة عن سيورخ القرار الملكي السامي عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية ورسمية. نتفاعل لك يوذان غايت جاطاس يسقسيثان الأفاق المنايا في إطار التقوية الهوية الوطنية وفي إطار اعتبار الأمازيغية ذي جن الركيزة زي ركائز الهوية الوطنية مخفي جمع البلاغ الديوان الملكي. يوقع نقاش جار مار الفعاليه في حضان النهار يوقع يجن الاجماع جار مار يوذن الاهميه الخطويه الملكيه يغيو يانس سلمي الفنت مازيخ غزه سيسات ساونت تين عمران المنسق الاقليمي لجبهه العمل الامازيغي في تنديد النظر انتقاد الصوت الموقع نطو سيتي خططيا نس الحدث الهام مش السنهار غانغ نسد تنديد النظر حما نتفاعل اك القرار التاريخي القرار الشجاع صاحب الجلاله خل اقرار السنه الامازيغيه عطله رسميه ومؤدة عنها نهار نشي كفاعلين دي الحق الامازيغي نسد نتفاعل يجن تفاعل ايجابي لان الحدث هي التاريخي هذا شي جن ديناميه تم قرنت المسلسل المصالحه اك الهويه الامازيغيه ونتعتبر بانه أنا الأوان باش غنخيري يجن دينامية نضالية دينامية ترافعية تم قرانت حما نحقق جميع المكاسب يتعلق زي الحقوق الأمازيغية حقوق الثقافية واللغوية. محمد أزكواغ عضو المكتب الوطني لجبهة العمل الأمازيغي وباحث في التاريخ. إذا نهار غنغدا في سنتين تنضو نشاط تنظم شراكة جعجبة العمل الأمازيغي جمعية الناطور الكبيرة أولا باش نحتفل القرار المراكي السامي إقرار السنة الأمازيغية عيد رسمي وعطلة رسمية مؤدة عنها وثانيا باش نعزم نقاش اللي هو فكري سياسي ثقافي خرا السنة الأمازيغية من تمثال المناسبة بالنسبة للمجتمع المغربي ثم المحطيان الإقرار السنة الأمازيغية الموقعين سدي المسار الإنصاف الأمازيغية ينطلق زي الخطاب التاريخي جلالة الملك ذي الخطاب أجدير ثم المحطة في ديوسين من بعد إما ما يتعلق بالدستور نغل القانون التنظيمي للأمازيغية وأخيرا المحطيان رأس السنة الأمازيغية فاروخان شينا كان غيث ندين تنظر اللي تساهم سنضالي نس الجمعيات نس المجتمع المدني في الفعاليات نس الأمازيغية سجل مجهود دام قران باش تنمى الثقافة الأمازيغية الهوية المغربية فنشين نعزم يجن النقاش نهارا باش نمواصل جيران نشين الفاعلين دي المسألة الأمازيغية